للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الخبير الاقتصادي دكتور خضير كاظم حمودي. أهلا بكم دكتور. أهلا ومرحبا بك. جاء تصنيف العراق لمخاطر تسديد الدين الخارجي في مؤسسة فيتش بدرجة باء سلبي، ما مدى خطورة وصول العراق إلى مثل هذا التصنيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن التصنيف الائتماني للعراق جرى من قبل شركة ستاندر أند بورز، وهي شركة مالية خاصة تقوم دوريا بإعداد تصنيف ائتماني لمختلف دول العالم. وهذا التصنيف يقوم على أساس وجود فئات A بلس 3 A's بلس ثم B بلس ثم C ثم D اللي هو أوطأ مستوى من مستويات الائتمان للدول. العراق منذ زمن بعيد لم يحظى بأي مستوى ائتماني محدد له نتيجة الظروف العسكرية التي مر بها وظروف الفوضى التي يعيشها في ظل الاحتلال منذ 2003. لكن في أيلول 2015 وبجهد من الولايات المتحدة الأمريكية وضع العراق بمستوى ماينس بي بي وهو المستوى الثاني من مستويات الائتمان العالمي. من جهة أخرى دكتور، كانت مؤسسة فيتش قالت أن عائدات النفط لهذا العام يؤهل العراق للتقليص من مديونيته، لماذا إذن تتأخر الحكومة في بغداد عن سداد مديونيتها وتتحصل على مثل هذا التصنيف السلبي؟ هناك ثلاث شركات، هي فيتش وشركة ستاندر أند بورز وشركة موديفايز. هذه الشركات جميعها شركات مالية خاصة أمريكية تقوم بالتصنيف الائتماني، لكن من حدد هذا المستوى هي شركة ستاندر أند بورز الأمريكية. للعراق في أيلول 2015 وضع في هذا المستوى الائتماني وهو مستوى غير مستقر، وبطبيعة الحال يستطيع أن يحقق من جراء الثروة النفطية، لأنه هو الآن عبارة عن اقتصاد ريعي يعيش أو يحقق من خلال النفط مجمل الناتج المحلي الإجمالي. أما بقية القطاعات الاقتصادية فتكاد تكون معدومة الأثر في موازنة العراق، كالصناعة والزراعة والتجارة والخدمات والسياحة، كلها لم تحقق مستوى معين في الناتج المحلي الإجمالي إلا النفط. أشكرك جزيل الشكر، نعتذر لضيق الوقت. الدكتور خضير كاظم حمودي الخبير الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف من عمان.